شهر السابع راح ينتهي وموازنة ما كل البلد. بعدين احنا كنا ننتظر جاية السيد المحافظ على اساس انه قضايا التعويضات الناس يعني منتهيه البيوت اللي بالداخل بالايمن الايسر، الخدمات ما مضبوطه ما مجزيه، عندك الشوارع منتهيه، الجسور. بخصوص الموازنه زين، شنو انت طالب مجلس محافظه واللي راح يقرون هذه الموازنه؟ والله يوزعون الموازنه بشكل عادل. اي طبعا مناطق المتضرره، واكو ناس متضررين اهل التعويض اللي هم هذول اللي بيته انتهى يعني بالايمن وانتهى بيته ويدور على سكن ويبحث عن سكن ماكو سكن. زين شنو هي اهم المشاريع التي يجب اطلاقها مع قرار هذا؟ والله كل بلد كل شيء محتاج، بلد تعبان طلع من من ظرف يعني دمار تدمير. يعني اهم مشاريع يعني تفيد المواطن. والله تفيد المواطن الخدمات يعني هذه رئيسيه شريان للمدينه هذه. مثل شو؟ نعم الشوارع، الجسور، هاي الخدمات اللي يطلب المواطن ويطلب التعويض، لانه حتى يروح يرمم بيته، يروح يمشي امره، حتى يعني قاعده الناس بطاله. ماكو لا شغل ولا عمل. حركه ماكو بالبلد. احنا نطالب اولا الحكومه المركزيه والحكومه المحليه بصرف هذه الميزانيه اولا على المناطق المضره وهي الموصل القديمه، لانها عانت ما عانت، وهذه يجب على الحكومه المحليه خاصه. احنا اولا واخيرا العتبنا على الحكومه المحليه ان ترعى هؤلاء الشريحه، الناس الطيبين الذين خرجوا من دورهم لا حول ولا قوة. نطلب من الموازنة الحالية أو المستقبلية أن إعادة بناء هذه المدينة المنكوبة. ثانيا نطلب أيضا من الحكومة المركزية والحكومة المحلية المتنفذة بالسيد المحافظ فتح المشاريع. الجسور، هذه الجسور هي الشريان الرئيسي للمدينة بجانبي الأيسر والأيمن. كما ايضا نطالب باعاده الدوائر وتاهيل المحطات الكهرباء المستشفيات. احنا عندنا اهم شيء المستشفيات. المستشفيات لحد الان ماكو مستشفى القدامى منتهيه، بل هناك بس المستشفيات ترقيعيه. تعويض المتضررين، بناء المستشفيات، الجسور، كلها قضايا خدمات البلد. بناء المنطقه القديمه بالكامل يعني. يعني ما بيع بناء. يعني برايك انه كيف يعني يخصصون المبالغ لمحافظه نينوى حسب مثلا السكان؟ حسب السكان حسب المناطق المتضرره. المناطق المتضرره هي المتضرره، هي السكان. ايه يعني شو كم من على ضرر بيته، على ضرر شهيده، يعني يخصصون ايه. حسب يعني مثلا المنطقه القديمه متضرره اكثر من اكثر شيء ايه. يعني ينطون المشاريع لها وتكون الاولويه. ايه زين، هذا شو توجه رساله اللي راح يقر هذه الموازنه؟ يعني يستعجل بها، لا يخليها حبر على ورق، يعني يقرها يكون حقيقه. اهم المشاريع اللي البنى التحتيه للمحافظه، تعويض المتضررين بجميع فئاتهم، تعويض الشهداء اللي تحت الانقاض لحد الان، بناء المدينه القديمه، هذا الارث الحضاري ما يصير احنا نهمله، ما ينترك. خلي الموظف او المسؤول او البيدو يحس بالمواطن، تعب المواطن. اعاده النازحين اللي عايشين بالمخيمات، اللي اصعب ظرف جاي يمرون به بالصيف وبالشتاء بخيام، ليش؟ عندهم بيوت، انطيهم مكان ما اصرف عليهم بالمخيمات. اعيد لكل مواطن، كل عائله 5 ملايين ورجعوا لبيته، خلي عيد بيته، اعيد القرى، اعيد الاقضية، اعيد النواحي. مو بس انا اخلي بجيبي، بالله عليك جسور هذه هنا صار كم سنة هاي تحررت الموصل؟ ايش قد صار؟ يعني بس هيك ترقيعية اجيب لها حديد واحط لها الهيئة الهندسية تجي العسكرية، الهندسة العسكرية تجي بس. شنو هذا السبب؟ سببها المواطن المسؤولين جاي يبوقون. هذا السبب الرئيسي. تم طلعوا وتريد تطلع انت تقول طلعتوا من ضيم، غير ترجعوا على عافيه، غير ترجعوا على امان، غير توفر له لقمه الخبز، غير توفر له مستشفيات، غير توفر له مدارس. يعني هسه المدارس الاهليه منتشره انتشار فظيع. منين المواطن يدرس ابنه؟ ما يقدر يدرسه، ما يقدر. مستشفيات
كل المستشفيات الاهليه ما يقدروا على المستشفى الحكومي لانه ماكو مستشفى حكومي، والمستشفى الحكومي اذا وجد ما ينسكن لانه وسخ وما بيه مدارات ولا بيه ادويه. يعني شغله المواطن يحتاج كل شيء، خلي ينظر المسؤول للمواطن مثل ما ينظر الابن والعائلته والنفس.